بمناسبة القاتل الصامت، الفترة الأخيرة سمعنا عن موضوع الغاز وسخانات الغاز، وناس ممكن تبقى قاعدة في بيتها تموت وهي قاعدة، وإن الغاز ده بيطلع أول أكسيد الكربون فيبقى يشموه فيتخدروا ويموتوا من غير ما يحسوا، عشان مش عارفين يتحركوا. لا، نوضح النقطة دي لأنها مفهومة خطأ. يعني الغاز اللي احنا بنستخدمه في البوتاجاز الأصل ملوش ريح، بس ما فيش أنبوبة بتتباع ولا غاز جايلي إلا بريحة، فده هكتشفه بسرعة جدا، هشم ريحة الغاز. الكارثة في اللي يولع منقد في أوضته. يعني إيه منقد؟ منقد اللي هو بيتدفى بيه. أنت يظهر سنك صغير تعرفش يعني إيه منقد بتاع جدي ده. بيدفي، بيقولوا لي الراكية كمان، زمايلي بيقولوا لي الراكية اللي هو يدفي الأوضة، ده يطلع أول أكسيد الكربون، ملوش ريحة. ده يموت بلا ريحة، ما يعني أول أكسيد كربون قاتل، فبيخش يحل محل الأكسجين بس وخلاص. فمنحسش، ده حياتي. ما نحسش. فحكاية الغاز دي الناس تعمل إيه؟ لأنه حضرتك أكيد تابعت الحوادث. ممنوع إطلاقا واحد يولع نار في بيته، ممنوع بتاتا. واللي هي سخانات الغاز دي ممنوع؟ سخانات الغاز دي لا، الغاز ماشي، بس السخان العادي اللي هو بنعمله بنولع فيه ده ممنوع خالص. بس سخانات الغاز في الحمامات عملت مشاكل الفتره الاخيره. ما هي طبعا عشان اكتر من اسره أكسجين، وحوادث، هيقل الاكسجين هتبقى مشكله. خلينا كده كويسين نستحمل شويه البرد يعني. ما خلاص قربنا نخلص البرد يعني، خمس ايام بالظبط، ونعديها بقى مش كده؟ ان شاء الله. بمناسبه السمنه برضو، يعني زمالي بيقولوا التليفونات شغاله في الكنترول، ناس بتسال طب الناس اللي ما عندهاش سكر تاكل سمنه بلدي عادي؟ العادي ياكل، بس احنا بنحذر من طريقه الاكل. عندنا مرض خطير جدا جدا، الناس فاهمه انه ظاهره. يعني اقول واحد طويل واحد قصير، واحد تخين واحد رفيع، ففاكر تخين ده واحد عادي. ده مرض، ده مرض خطير. السمنة جدا، السمنه ده مرض خطير جدا جدا، ده عايز حلقه لوحده. من وزن قد ايه او من مقياس قد ايه؟ انا عارفه بكتله الجسم بتتقاس. نقول ان ده هنا في سمنه وهنا في معامل خطوره. كل واحد سامعني كويس جدا 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 يجيب ورقه وقلم ويحط البسط وزنه. البسط هي معادله، بسط ومقام. البسط وزنه. انا البسط ده اللي فوق، البسط اللي فوق. المقام ده اللي تحت. اللي تحت. انا وزني 70 كيلو، يبقى البسط 70. طب انا طولي 180 سنتي. انا هحسب بقى هو مع حضرتك عشان اشوف. يبقى المقام 1.8 في 1.8، بمعنى كتله الجسم هي البسط الوزن، والمقام الطول بالمتر، الطول بالمتر مش بالسنتي، مضروبا في نفسه. يعني انا بالمتر 1.8، يبقى 1.8 في 1.8، والبسط 70، لازم كتله الجسم تبقى حول 25. لازم 30 اوفر ويت، يعني وزن زياده. 32 33 تخين، فوق 45 سمنه قاتله، فوق يعني عايزه جراحه. للدرجه دي. يعني يا اما تكميم يا اما تحويل مسار، لازم نتصرف لانه 45. حضرتك قلت ممكن اللي عايز ينزل وزنه يقدر يخسر 4 كيلو كل اسبوع. الكلام اللي حضرتك قلته ده عمل ضجه كبيره جدا ما بين الناس وما بين دكاتره الرجيم، لانه رجيم سحري بيقول ده. طب ازاي يعني؟ ازاي اقدر انزل 4 كيلو في اسبوع؟ لو هو ارادته قويه. ازاي بقى؟ هناخد سعرات حراريه محدده. اولا مش عايز اقول لك ان عدد كبير جدا مشغلوا في رجيم خارجين زراعه. والله العظيم. لو بيتكلموا في الطب بالراحه جدا يعني، او ما معهوش شهادات او كده، فالناس ناخد بالنا جدا من يعني ايه دكتور رجيم. ما فيش حاجه اسمها كده. الرجيم جزء من امراض بطنة اللي احنا اتعلمناه. سعرات حراريه، انت بتاخد سعرات حراريه عاليه جدا جدا، لو خدت اقل من 1000 سعر حراري هتنزل بسرعه جدا. طبعا هي العادي انه كيلو في الاسبوع، يعني 4 في الشهر.
مش أربعة في الأسبوع، أربعة في الشهر. أربعة في الشهر ده العادي. ده العادي. بس إحنا نقدر ننزل أشد من كده. إيه بقى اللي هو 600 بقى 600 سعر حراري في اليوم وكلام. لا 600 يقع. محدش يقدر يعني. أقل حاجة 1000 سعر حراري مقسمة على خمس وجبات. خمس وجبات. أمال الصيام المتقطع ده أنا يعني مش معترف بيه خالص يعني. خمس وجبات في حدود 1000 يعني. أنا هقول الأكل للي بيصلي. اللي ما بيصليش يظبط نفسه. خمس مرات مع خمس وانت بتصلي الفجر خد ربع رغيف جبنه بيضه بالطماطم وكوبايه شاي باللبن من غير سكر. وانت بتصلي الظهر خد تفاحه وموزه. وانت بتصلي العصر خد سندوتش لحمه ربع رغيف او فراخ او سمك بروتين حيوي. وانت بتصلي المغرب الهوت ميل رز وخضار من غير لحوم. وانت بتصلي العشاء زبادي بمعلقه عسل نحل. دول 1000 سعر حراري. هتنزل بسرعه جدا. بس هو الرجيم مادة جميلة جدا للحديث، مش بس الحديث مش للتنفيذ. بيكسبوا منه كتير قوي. مش للتنفيذ. يعني انا هبدأ دايت من النهاردة. انا هبدأ كلام. ويعني هبدأ خلاص من بكرة اصل في النهاردة. انصح نصيحة حلوة جدا 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 لكل من هو وزنه زيادة شوية. الرسول عليه الصلاة والسلام جاله امر بالحج فبينفذ مناسك الحج كلها طبعا بامر من جبريل. فوقف على عرفه لحد المغرب. المغرب ادى ما صلاش المغرب في عرفه. نزل مزدلفه صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا وجمع الحصى ونام وصحي صلى الفجر ونزل على منى. رام جام ابليس وطلع على الكعبه عمل طواف الافاضه وطلع على السعي ووقف. وقف. فالصحابه حواليه متعجبين جدا. وبعدين قال الحديث صحيح. قال سابدا بما بدأ به الله. هو ربنا بيقول إن الصفا والمروة. فهو ابتدى بالصفا. إن هو كان محتار لما وقف أبتدي بالصفا ولا بالمروة. وبعدين قال الكلمة المعروفة سأبدأ بما بدأ به الله. وبدأ بالصفا. فأكلنا يا إخوانا بالفاكهة. ابدأ بما بدأ به الله. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يعني أكل مثلا الفاكهة الأول. برتقانية مثلا قبل الأكل. للي مش حامل الرجيم اللي أنا قلت عليه. أنت بتتغدى خد فاكهة الأول وقعد ربع ساعة. هتأكل من غير نفس. مشكلتنا إن إحنا بنشبع بالامتلاء وليس بالامتصاص. نقعد ناكل 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 لحد ما معدتي تبقى قد كده اقول لك انا شبعت. لا انت امتلأت. لازم تاكل وتصبر تلت ساعه يا انجي. لو بتتغدي وجالك تليفون في نص الغدا خلاص بشبع. والتليفون قعد تلت ساعه بشبع خلاص. اعمله كده. اعمله كده. ما تاكلش على طول كده. صغر المعلقه اللي بتاكل بيها. املى بقك حاجه بسيطه ما تملاهوش كتير. وصغر طبقك. استوب في وقت معين. كلم حد اعمل اي حاجه. مريض السرطان لو حد عنده مثلا اشتباه في سرطان او لسه حاجه لسه في البدايات او كده هل ممكن بالغذاء وطريقه الغذاء ممكن فعلا يمشي؟ نيفر. اوعى حد يسمع الكلام ده. سرطان على دكتور الاورام في الحال. في الحال